ما أجمل صورة الحجاج ومناسبة عيد الأضحى وفرحة الحجاج بأداء المناسك ورمي الجمرات والمشهد العظيم اللي موجود في الأراضي المقدسة النهاردة. فقرة مميزة من الأناشيد والابتهالات الدينية، وزي ما احنا دايما متعودين في صباح الخير يا مصر ان احنا نسمع الأصوات الجميلة في الأعياد. هو في الحقيقة الابتهال والإنشاد الديني هو جزء من تكوين الشخصية المصرية. لو بنتكلم عن شهر رمضان، لو بنتكلم عن الأعياد، لو بنتكلم عن المناسبات، حتى لو بنتكلم على تكبيرات العيد اللي بنسمعها بأصوات مميزة ومختلفة، كلها ألوان مختلفة من هذا الأمر. رحبوا معنا بضيفنا المبتهل الشيخ شعبان محمد شعبان اللي منورنا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر. كل سنه وانت طيب. وحضرتك استاذ اسلام، ان شاء الله حضرتك. لا حي طبعا حي يعني حيمتعنا بمجموعه من الابتهالات والاناشيد ان شاء الله تعالى الدينيه. بالتاكيد عيد الاضحى ليه شخصيه مميزه في هذا الامر، وبالتاكيد الحج ومناسكه وعاداته والاحرام والطواف كلها جمل او كلها يعني اشياء ليها شخصيه في الابتهال الديني. تكلمنا عن هذا الامر قبل ما نسمع صوتك الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. افضل الصلاه والسلام. وبعد اكيد طبعا استاذنا المواسم الدينيه طبعا لها تاثير كبير جدا 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 في حياتنا العامه وفي حياه المبتهلين والمنشدين خاصه. طبعا. يعني عند المواسم الدينيه تجد المبتهلين والمنشدين يعيشون حالة جميلة جدا من الهيام في مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الحج أو عن ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو اللجوء إلى الله عز وجل. فطبعا المبتهل بيعيش حالة يعني بتبقى جميلة بالنسبة له لما يتكلم عن الحج أو يتكلم عن ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا بيبقى لها تأثير كبير جدا في الأداء، إن المبتهل يتعايش الكلمات والنصوص والمواسم ما أجملها. فطبعا ده بيبقى لها عامل كبير جدا جدا يعني. طب سمعنا إيه بقى بمناسبة عيد الأضحى؟ العيد أقبل يا سعدنا، العيد أقبل يا فرحنا، العيد أقبل بالطاعات والنفحات، العيد أقبل بالطاعات والبركات، هللوا وكبروا وسبحوا، هللوا وكبروا وسبحوا كي تفوزوا بالحسنات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده
وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا أرض الحجاز يا الحجاز قلبي إليك قلبي المتيم عاشق يا أرض الحجاز قلبي المتيم عاشق والحب في أهل الصلاح ينادي يا مصطفى يا مجتبى جاء المتيم قاصدا جاء المتيم قاصدا شمس الجمال جاء المتيم قاصدا شمس الجمال بساحة القصاد يا قوم صلوا يا قوم صلوا كي تنالوا جنة إن الصلاة على الحبيب دواء جاء المتيم قاصدا شمس الجمال الله دي أبيات بقى ولا دي حاجات يعني دي طبعا أبيات احنا طبعا كمبتهلين طبعا لازم يبقى عندك حصيلة طبعا لازم بحتاج إلى كتاب يكتبوا لي الأبيات والنصوص يعني هي مش بتبقى حاجات جاهزة لا لا طبعا لا طبعا أنا يعني كل واحد ليه شخصية معينة أنا واحد من الناس من المبتهلين بحب أقول جديد يعني ما اعتمدش اعتماد كبير على النصوص القديمة طبعا طبعا هي مدرسة كبيرة جدا وأساتذتنا ما شاء الله كبار الأموات والأحياء طبعا فاكيد طبعا احنا اتعلمنا منهم وما زلنا بنتعلم لا بس موضوع الكتاب ده جديد فيعني واحده واحده بس افهمه بيعتمدوا على ايه يعني بيربط ما بين هل بيجيب مثلا ابيات شعر قديمه حاجات معينه يعني هي طبعا يا فندم الكتابه ديت موهبه من الله عز وجل طبعا زي ما الصوت طبعا
موهبه من الله عز وجل. صحيح. المبتهل بيعتمد اعتماد اساسي ويعني كل حاجه ان هو يكون موهوب، عنده موهبه الصوت. كذلك الشاعر لازم يكون موهوب، هي موهبه. فبتبقى تجليات، يعني مثلا انا مطلوب منه نص عن الحج مثلا، نص عن ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم او مدح سيدنا النبي. فهو طبعا بيقعد مع نفسه، وفي طبعا ما شاء الله اللي عندهم حصيله كبيره جدا من سنوات. يعني احنا ما بتعملش مع مبتدئين مثلا، بتعمل مع مثلا كتبه يعني شعراء ما شاء الله يعني لهم رصيد طويل. طب بالتاكيد بقى عيد الاضحى له يعني رصيد كبير من الاشياء التي كتبت، سواء في يعني الحج او سواء في الاضحيه، او يعني ايه ابرز ما كتب وايه ابرز ما قيل؟ ولو عايز تسمعنا يعني قول لي الاول ايه ابرز ما كتب في هذا الامر. هو طبعا في نصوص كتير جدا بتتكلم عن العيد وعن الحج زي ما انا قلت في الفقره الاولانيه. وفي حاجات تانية مرتبطة بال انا عجبني انك رسمت لنا كده لوحة فنية وانت بتنشد وانت بتبتهل دلوقتي، ان انا سرحت معاك في المتيم في ارض الحجاز مريد يعني مسألته من الله سبحانه وتعالى. يعني الكلام ما شاء الله، يعني هو ما هو لازم الكلام يكون قوي عشان المبتهل يقدر يعيشه. يا ارض الحجاز قلبي المتيم عاشق. قلبي المتيم وعاشق. يعني انت يمكن قبل الهوا شرحت لنا كمان الفرق بين الابتهال والانشاد. طبعا لو تقوله لنا مره تانية. طبعا الابتهال هو باللغه الدارجه ان انا مثلا بقول بطريقه بطيئه زي ما قلت كده في الاول كده. الانشاد طريقه اسرع شويه. واكيد ان شاء الله تعالى هيكون لينا فقرة إنشاد بإذن الله تعالى. إن شاء الله هتسمعنا إيه بقى دلوقتي بمناسبة من إنشاد العيد. إنشاد حاضر. يا أهل الغرام، يا لما ناداني الغرام جيت لراضيكم، لما ناداني الغرام جيت لراضيكم، واحترت راضي الغرام، واحترت راضي الغرام، واحترت راضي الغرام، ولا أراضيكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، حبه فرض وحتم، مدحه خير وغنم، حبه فرض وحتم، مدحه خير وغنم، ليس يأتي القلب هم للذي يهوى محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بي وجد لا يدريه الله إلا من يسكن فيه،
بي وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قد طال شوقي إليه والنور في عينيه قد طال شوقي إليه والنور في عينيه والسر طار إليه شوقا لرسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم روضة الهادي نبينا تسعد القلب الحزين روضة الهادي نبينا تفرح القلب الحزين روضة الهادي نبينا تسعد القلب الحزين أبشروا يا زائرين بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل وداد خذوني عند الحبيب دعوني يا أهل وداد خذوني عند الحبيب دعوني سيبوني ولا تردوني في روض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك، ايه الجمال ده؟ ربنا يكتب لنا زيارة النبي الكريم ويرزقنا بحجة قريبة يا رب ان شاء الله السنة الجاية كلنا نبقى على جبل عرفات. بنشكرك وكل سنة وحضرتك طيب، امتعتنا الشيخ طبعا المنشد الديني الشيخ شعبان محمد شعبان، نشكرك على وجودك معانا وكل سنة وانت طيب. نورت مولانا، نورت وفتح الله عليك.